بص يا اتصورك انت واللي بتحبه ماما. كده بوليس الادب يجي بقى. طالع على السوشيال ميديا اسمه لو بتحبها البس زيها، يعني كل واحد وواحده مرتبطين هو يلبس لبسها وهي تلبس لبسه ويتصوروا بيه. اللبس ده بقى جه فستان، جه جيبه وبلوزه، جه هو لبسه شورت، يجي زي ما يجي. لا انا ما بحبهاش اصلا عشان البس زيها. اول حاجه انا ما عنديش جيل فريند. سنجل. يس. تمام. ونلبس زي بعض ما عادي. اه المشكله في لبس دلوقتي بيلبسوه هنا ويتلبس تاني عادي، مش لو لبس بناتي اللي هو فستان او حاجه كده ممكن تعمل ده؟ والله يعني ناس بتخلف بجد والله. يعني انت مثلا ما تشاركش في هاشتاج زي ده؟ لا طبعا. ما ممكن يعني راجل بيحب مراته فاكيد يعني ممكن بيحبها يعني يلبس زيها، فهي الحوار ممكن عادي يعني. اه ممكن على حاجه. كويس شكرا. لا طبعا ده اولا اصلا لو الراجل فين عمل كده اصلا دي مش رجوله، ثانيا البنت اصلا هيبقى شكلها ايه اساسا وهي لابسه لبس ولد؟ طب في ايه يعني مثلا في هدوم حريم في هدوم رجالي هلبس لبسها ليه؟ يا عيني يا عيني رقاصه وبترقص. ايوه لا احنا مشاكيل على الاضافه العظيمه دي يا سبحان. والله انا شايف الهاشتاج ده يعني هل هو مثلا بيجاملها مثلا، هل هو مثلا عايز يعني ايه رضيها مثلا، هي متضايقه منه في حاجه اصلا عايز رضيها مثلا بيها، بس انا مش شايف موضوع اللبس يعني ليه علاقه بالكلام ده يعني. يعني ايه البس مثلا لو صاحبتي لابسه بنطلون مقطع ماشي، او حتى لابسه مثلا تيشرت مربوطه كده، فلو انا لبستها ونزلت الشارع ما مش هخش البيت اصلا. لا مش هتنزل الشارع، انت تاخد صوره بس بيها. لا صعب برضو يعني مستحيل. ولو فستان بقى وجيبه وبلوزه مستحيل اكتر. ده في اسكتلندا ممكن. طب لو لقيت واحد من صاحبك مشارك في الموضوع ده تعمل ايه؟ سيبه. طب سيبه ما اعرفوش ده بقى بيعمل ايه انت ولا بيعمل. طب لو لقيت حد من صحابك مشارك في الهاشتاج ده ولابس لبس البنت؟ مش صعب خالص يعني هو عادي، دي حريه شخصيه انا ما بحبش. مش هتسف عليه؟ لا هسف عليه بس بيني وبينه مش على الملأ يعني. اه مش هعرفه تاني حتى لو اخويا اقول له. اه اقول له انت ايه اللي عامله؟ اه خلاص بره انت. هوريها ودي عند الجامعه هم يصرفوا بقى. بس مش انا اللي هعمل، هم اللي هيعملوا. يعني مش معترض؟ لا. لو اللبس طب شكله ايه؟ بس في الاول في الاخر انا بحب الراجل ده. لا اله الا الله. اضحك همسكها زل عليه. ما هو منزلها على الفيسبوك هو مش فارق معاه. يا مشايل السكرينات يا مشايل. طيب قول لي انت ممكن تعمل ده؟ ما لو عشان انا بحبها ممكن اعملها كده، ممكن اعمل معاها كده يعني، لكن عادي ما برضو مش فارق. لا لا عادي تعمل؟ لا اي حاجه ان شاء الله والف الف مبروك. انا ممكن اعمل ده طبعا. اه لا انا لا صح صعب والله. قول لي لو هي زنت عليك ان انتوا تعملوا ده تعمل ايه؟ لا عادي تص فيها مش كرامتي. لا كرامتي صعب بس لو هي اوحب بقى اعمل كده بس. وتتصوروا بيه وتنزلوا صوره. ايوه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.